بالفعل أنتم مع هذا البرنامج اللي كمان وصل لكل بيت، لأنه نحن مش بس برنامج الرياضة، نحن برنامج كل الناس. بتمنى تتابعوا القصة المقبلة اللي حنعرضها على الهواء، وبتمنى من اللي رح يشوفها أي حد قادر أنه يتجاوب. هي قصة لشاب راحت إيده ورجله، حادث صاعقة إجت عليه، بس يعني إيده ورجل. الولد حلمه أنه يلعب كرة قدم، حلمه أنه يكون قدوة، حلمه أنه يكون أحسن. مراسلنا رفيق بخوش، وتابعوا قصة هيثم صدوقي. ميدان كرة القدم ساحة كفاح لقهر الإعاقة، بطلها هيثم. ولأن الأزمة تلد الهمة، فلا مستحيل لهذا الشاب الملاعب الكرة لأن يكون لاعباً بارعاً متميزاً في فريق يحمل عنوان حلمه نجم درغانا. فقد ساقه ويده في عمر السادسة إثر حادثة صعقة كهربائية. فقد ساقه دون أن يفقد شغفه بكرة القدم. هي كي شفت لأصحاب ذوي الهمم يمارسوا هذه الرياضة، يعني أنا من صغري كنت نحب رياضة كرة القدم، وكي صارت لي هذيك الصعقة الكهربائية وتقطعت لي يدي ورجلي، أنا عملت لي خلاص ما نقدرش نلعب كرة القدم. صح شفت هذو ذوي الهمم يمارسوا هذه الرياضة، وثاني كاين يلعبوا في المنتخبات الوطنية يتحصلوا على كؤوس عالمية على الجوائز، أعطوني دافع باش نمارس هذه الرياضة ونعاود نولي الهواية اللي كنت نحبها. ظلت الكرة تلهب حماسه، وظلت الإعاقة أيضا تحفز آماله وترسم أحلامه. الرياقة هي اللي ساعدتني باش نكون مراوغ جيد، ثاني يعني كشغل في اللوط ما يقدروليش الاخر نلعب بيديا ونهرب بالهم، كان ديت الاخر تلقى شويه صعوبه، بصح كي راني في اللوط تجيني سهله المراوغه، وهذه كامل بسبب الاعاقه والحمد لله على كل شيء. يمرر الكره ويسدد اهدافا باحترافيه، فهو ملك المقصيات التي يخفق الكثير من زملائه في الفريق في تنفيذها. متحدي الإعاقة تاعو إلى أبعد حد، يعني ممكن يمتلك إمكانيات ما يملكوهاش حتى اللاعبين الصحاح. نشوفوا يقوم بمراوغات، نشوفوا يقوم بتسديدات بمقصيات رائعة، يعني أكبر من سنه وأكبر أيضا من الإعاقة. هيثم يعتبر هنا نجم درغانا، يعتبر عائلته ثانية، ويملك تسديدات ومراوغات جميلة كثير، ونتمنى له باش يكون في المنتخب الوطني إن شاء الله. ليست النجومية وحدها مبتغى هيثم في الحياة، فهو يحلم بتركيب ساق ويد اصطناعية من أجل تطوير مهاراته في كرة القدم والدخول إلى عالم الاحتراف من أبوابه الواسعة. الحاجة اللي متمني أنه نديرها هي أعضاء اصطناعية قدم ويد. أنا ثانيك من طموحاتي أن نحب نلعب في المنتخب الوطني إن شاء الله، ونكون يعني قدوة لبعض الأشخاص من ذوي الهمم باش نحفزهم باش يمارسوا الرياضة ويتغلبوا على هذوما الإصابات اللي صراو لهم. أكثر من هدف سجله هيثم في هذا المرمى، ولكنه في مرمى الحياة وضع صوب هدفه تحقيق المقولة الشهيرة: لن تخسر حقاً إلا إذا توقفت عن المحاولة. رفيق بخوش، صدى الملاعب، الجزائر.